ماي، عايز في مستشفى فيكتوريا اسكندريه. زوجتي كانت محاسبه في شركه الميه فرع سيدي بشر ابني، وانا كنت باخد نايت شيفتس في المستشفى وقت سهران 5:00 الصبح. روحت سايب زوجتي والاول بنتين في البيت عادي جدا. روحت يوم 5:00 الصبح ما لقيتهمش في البيت، اختفت بناتي، اختفت معايا بعض المفقودات، اتفقدت من البيت في البيت، مبالغ ماليه، الشبكه بتاعتها، ذهبها، ذهب الاولاد، هدوم الاولاد كلها، بعض الادوات المنزليه الخاصه بالبيت اللي قدرت تاخدها معاها او اللي قدروا ياخدوهم معاها. 6 و2 6 سنين و2 سنتين. قولي لي اساميهم. باتريسيا ماجد وانجلينا ماجد. يعني قبل ما تهرب بفتره قليله او قبل ما يغوها او يخطفوها بفتره قليله كانت علاقتها بقت حميمه قوي بجاره في وشي. جاره شغاله قصادي على طول. اخترعت سفريه، هي جوزها مسافر السعوديه بقى له اكتر من 3 سنين. اخترعت سفريه مفاجاه لي قبل مراتي ما تمشي بحوالي 10 15 ايام او اسبوع. العلاقه كانت بينهم حميمه قوي في الفتره الاخيره. خرجت مره من غير ما تقول لي وكانت معاها وعملت حاجه. انا كانوا بيشتروا عبايات من اخر الشارع، عبايات ليها احنا هي مسافره السعوديه. طبعا الكلام ده مش صحيح. واللي اكدته والده جارتي نفسها قالت انا هي ما اشتريتش عبايات الا عبايه واحده تخش بيها السعوديه. فواضح ان بقيه العبايات دي كانت بتحضرها ليها. عملت محضر؟ عملت محضر اختفاء. هل في تطورات؟ لا. انت بتتهم الجاره دي ان هي اللي خطب؟ هي اغواء طبعا، لان هي سافرت قبليها فمنقدرش نتهمها. انت بتظن ان مرات حضرتك والاولاد سافروا؟ لا. موجودين؟ لا ما اعتقدش. طب دلوقتي موقف بناتك ايه؟ بدورت عليهم؟ هل بحاول ادور مع الشرطه؟ طبعا ما فيش اي تعاون خالص. مش شافت الازهار عليهم؟ ما بيرضوش يدوا اي معلومات عن الموضوع ده. بيقولوا لو في حاجه زي كده احنا ما بنديش معلومات الا عن طريق النيابه. طلبت من النيابه ان النيابه طلبت منها قالوا لا احنا ما بنديش تعليمات للازهر، احنا ما لناش دعوه. عوده بناتي